السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله حبة المشاهدين وأهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية. توجه كادر برنامج أرض السواد إلى مناطق جنوب بغداد في قضاء المحمودية. هذه المناطق مناطق زراعية معروفة منذ عقود وتعتبر السلة الغذائية للعاصمة بغداد. ريف جنوب بغداد مورد أساسي للخضار بكافة الأنواع، وتعتبر هذه المناطق من أجود الأنواع بالخصوبة الزراعية. شح المياه ونظام المراشنة أصبح الكابوس الذي يؤرق فلاحي هذه المناطق، إضافة إلى موضوع تنقل الأسمدة والأسعار المبالغ فيها. زرنا أحد المزارع في منطقة المومنة وراح نلتقي مع فلاحي القضاء ونتكلم بمشاكلهم وطموحاتهم. يا رب حلقة تعجبكم، ابقوا ويانا. أحبتي المشاهدين، لقاءنا الأول في جنوب بغداد في المحمودية مع أبو ثامر. أبو ثامر أحد أبو ثامر شعلان علي السلمان. الكلابي. والله والنعم. إيه الكلابي. أبو ثامر. ربي يحفظه إن شاء الله ويعطيه صحة والعافية، من أقدم من المزارعين اللي موجودين. رئيس جمعية في عامة. في المنطقة. أكيد هسه راح نتعرف عليه بكل التفاصيل. نعم. شونك؟ الحمد لله. إن شاء الله. تريد تعرف عن نفسك؟ عرف على راحتك. نعم، شعلان علي السلمان المنصور من عشيرة الكلابيين. والنعم. رئيس جمعية منطقة المومنية. نعاني من المي. أكيد هسه خلينا تفضل. خلينا نصير أصدقاء. يلا إن شاء الله. خلينا نسولف. إن شاء الله. نرحب بقناتنا. هلا بكم. هلا بكم. هلا بكم. شلونك؟ الحمد لله. صحتك شلونك؟ والله زين. أمورك؟ الحمد لله. أنت ولادتك في هذه المنطقة؟ المومنية. المومنية ولادتي هنا. نعم. ولادتك يا سنة؟ يطلع تقريبا بال54. بال54. مهنتك من البداية زراعة أبو نعم مهنتي زراعة. أبو ثامر. أبو ثامر مهنتي زراعة. نعم من زمان. من زمان. وهم شوية. أول ما حطيته بهاي المنطقة. أول ما حطينا. شو تزرعون؟ والله نزرع، كانت قبل شحيح عند الملاليش، نزرع حنطة وشحير. عند الملاليش. عند الملاليش. قبل الإصلاح الزراعي. قبل الإصلاح الزراعي حنطة وشعير وماش. سمسيم. نزرع. من كان ملاشين هاي القيادة؟ ملاشين بيت علوان الجودة، جاسم محمد علوان الجودة. أبهاتهم. كانوا من القطاعيين. من القطاعيين. نعم. هسه هاي قاحهم كلها. هاي قاحهم 4000 دولم عندهم هنا. 4000. ومن اجت هذا الاستيلاء بالجمهورية بزمن عبد الكريم. بزمن عبد الكريم وزعها على الفلاح. ايش قد نطوكم؟ كل واحد عقد صار 23 وعقد صار 12 دونم. 12 اكو. 12 دونم وعقد 23. انت والدك حصل؟ والدي حصل. وانا حصلت. حصلت جزء. حصلت بال 15 دونم اللي احنا نسبيها بالسبعينات. نعم. هاي نفسها. نفسها. جيد. ايش بديت زراعه؟ بديت زراعه، صار وقت المخضر قمنا نزرع مخضر مثل باذنجان مثل لوبيا مثل اي شيء. بس مي اكو كان قبل. نعم. مي اكو بالسبعينات. مي اكو فيضان، مو مي بزمان سبعينات. بزمان السبعينات مي فيضان تجي هاي من يم الفرات. اليوسفية تطمي تطلع قبر البزايز اليوسفية ما شاء الله بيها المي ولا وكيرة خيجة على ماطور كلها ينظم النهران ويكرخ النهران ويجز المي ليغاد ما بيتلاعب أبد فدنوب جيد. يعني هسا احنا عنا المي تقريب كيلوين 3 كيلوات عنا الشاط ما عدنا مي كلها براين حافرة هاي هاي الناس. أزمة حج. أزمة ماكو مي. الزوارق قليلة. الزوارق جاي تفطر بالشط ويطيحون بالمكاين يسدونها. وذولا أهل الأحزاب مكاينهم تشتغل، مشاريعهم تشتغل، ولا عندهم أي مانع، ولا واحد يطفيهم، بس إحنا ما ينفعش. أبو ثامر عندكم أزمة مياه. نعم أزمة مياه كلش. شلون مقسمين لكم المي أنتم؟ سووا مراشنة علينا. مراشنة. ايش قد يعطوكم بالاسبوع؟ ينطونا 3 ايام باسبوع و4 ايام يطفون. لا ما يكفي.
زراعة كثيرة، وهذولاك البزايز ما يصلهم كل مي. تفصل بالصدر. إيه إحنا صدر مي، وذولاك البزايز ما يصلهم كل مي، مثل غرار، مثل العباد، جبور. ما يوصل لهم. لا لا ما يصل لهم. يكرخون. نعم. قاموا يكرخون. سولف على منطقة اسمها المومنية. المومنية شبيهة تنوع عشائري من ساكن بيها. نعم. يسموها المومنية. المومنية نهر. اسم المومنية سموه المومنية نهر. المومنية بيها عدة عشائر، بيها غرير، وبيها شلابيين، وبيها جبور، ما شاء الله، وبيها بجناد، وبيها شرافات. عشائر هواي. اي عشائر هواي، عدة عشائر متعاونين بيناتكم. نعم متعاونين ومصافين، وواحد ينطي الواحد نساء، يعني متناسبين. اي نعم متناسبين، وعلاقة، وواحد يسير على واحد ما شاء الله. ربي يدوم هاي المحبة. جيد. هاي العشائر كلها تعتمد على الزراعة؟ نعم كلها زراعة. اي وهم متأثرين بموضوع المي، اللي موظفين واللي على الزراعة واللي. نعم المي اهتشاشون من عنده المي. لو يشغلونه دائمي كان يغذي كل العراق. هو العراق كله مراشنه، يقول لك مي ما عندنا واردات. لا اكو مي، حتى بالبصره يقولون غرقانين من المي. بالبصره؟ لا هاي العماره. ايه؟ العماره يقول غرقانين من المي، اتهم المي، لكن هم جزونا اليغاد متحاربين ويا الفلاح، الفلاح دمروا دمار. يعني انت تشوف ناس اكو متقصدين ما ينطون مي؟ ايه اكو متقصدين. لا شلون ما متقصدين؟ لا ليش يطفون المكاين ما يخلونها تشتغل؟ يقول لك مو اكو جهه اخرى هم تحتاج مي. لا هواي مي. ليش المشاريع؟ يعني انت تشوف بالشط اكو مي، يعتبر هواي. لا هواي مي. هسه انا يوميا اطلع للصويره، اطلع للنعمانيه، وين ما كان المي الشط متروس ترس مي. هواي بي مي. لكن يطفونها، علاش يطفونها؟ ما يخلونها مستمر. متحاربين ويا الفلاح. زين شلون ثلاث ثلاث ايام قاعد يجيكم؟ اي وانت زارع ما شاء الله باذنجان. زارع هواي زارع. وعندك حلال. نعم. وعندك دخن عندك. ايه. وبعد. اي هواي زارع. وزراعه. ايه. متنوعه. ايه. راح تجي النوب الشتوي مثل الحنطه مثل الشتوي. شلون انت مرهمها؟ شلون قاعد تسقي؟ جاي يساعدني البرينه، اشغل البرينه. بس شفناها ميها مو زين. اي ميها مو زين، لكن من لا شاره. هو البرينه جاي هم احطها على القاع. شكت يا سنة هاي حفرتها؟ هاي حفرتها صار لها أربع سنين ونصبت عليها مواطور كهربائي وتشتغل الليل والنهار. اي هاي يعني هاي الفائدة تكون. نعم هي هاي الفائدة. لو ما هاي لا كان ماكو زراعة. نعم نعم يموت الزرع. وحتى فعلا احنا نشيل، واحنا صدر مي حنا تغريب المي 3 كيلوات حنا المي. اي مشكلة هاي. اي مشكلة. اي زين هاي كم متر هاي البير هنا؟ 10 أمتار. 10 مترات. اي 10 مترات. اكو شركات هي جت سوت لكم اياها؟ والله واحد يدوي سواها بسياره وكملها لنا الحمد لله. اي وسواها ورتبها. هاي قبل سنوات. اي هاي المناطق ما كانت تعرف شيء اسمه بيره او برينه. اكو بير لا اكو برينه ولا اكو شيء. المي يجينا من الفرات على هاي اليوسفيه يطمطمي يطلع البزعز اللطيفيه. اي يطلع تقريبا لجبله يصل هذا المي. قبل لجبله يصل المي، وهسه هي نوب ما يصل هنا للجسر مال المعامله. ما يصل. ما عندكم دائره مال موارد مائيه تشكولها تقدمون لهم شكوى طلب؟ شكينا دائره الزراعه اللي موجوده بالمحموديه. شكينا على موقعنا على صفحه هذا بالري مليون. رحنا له مليون مره. هذا كلها رحنا لها، الدوائر وغيرها كلها ماكو. الفلاح وقعوه، الفلاح دمروا دمار. اي ماكو. أه. بعد الفلاح بعد استفاد. هاي المكاين ضاله، ما يخلونا نقدم. ليش ما تقدم؟ ما اقدم الا ما نقدم. الشركه هي مال المكاين. ما ينطونا لا ينطونا لا ينطونا كتاب لا ينطونا. قصدك المكاين الزراعيه؟ اي المكاين الزراعيه. جرارات. اي جرارات، معدات المكاين، غيرها ما مستفادين من عندها ابد. ما الفلاح حاربوه، الفلاح بعد وقعوه هينوب. هسه لو يجهزون هاي السيافيه يجهزونها ومواد ويسوي لها مرشات تغذي كل العراق. كل العراق تغذيه بالهذا بالزراعه. ما تعرف من البيتنجان من قبل هاي المناطق كانت سله بغداد. اي سله بغداد. حتى يودونها للخارج هذا المخضر.
حتى للخارج يصدرون للخليج وهاي الدول. نعم نعم برادات كانت توصل هنا بها بها الزرع من قطعوا عنها المي راح الفلاحة زين. هذا انتاجكم رغم هاي المعاناة ما شاء الله ايضا مجتهدين وابنك ربي يحفظه ايضا كان يعمل بهذا الموضوع زراعة البيتنجان وقاعد يحوي وهاي الامور. هذا وين تنقلوا وين تبيعوا؟ والله بالعلوة. علوة الرشيد؟ اي علوة الرشيد. الاسعار قاعد تناسبكم لو رخيصة؟ لا والله رخيصة عليها. هذا الصندوق بيش دا ياخذوا؟ عليها صاروف وعليها كروة وعليها الباب وعليها هنا وهنا وهم هذا الفلاح يريد ياكل له خبزه. ما بيش تبيعون هذا الصندوق؟ بيش الصندوق ما يصفي له يجوز 5000 ما يصفي. كم كيلو بي؟ والله ما هذا يجوز يسوي كم كيلو تقريبا الصندوق؟ يسوي له 10 وتبيعه ب 5000؟ اي 6 7 ايش قد تبيعه؟ اي هم بسيط يعني يطلع الكيلو بيش 300 دينار. اي اي اقل هي اقل هم مع الاسف. اي يعني هذا التعب هذا وهالصروف ووزنه الكيمياوي 150 150 يعني مليون. نعم. ونص طن. نعم مليون ونص طن نجيبه من الصويره الوزنه 150 عود نذبه وهاي تريد لها تقريبا 4 وزنات 5 وزنات ايش قد تكاليفها. وهذا الكراب الدونم الدونم ب 20000 هذا الكراب. اي وما تعرف انه بتعدل وتخرمش وتسوي وهذا صرفه هواي صار على الفلاح هواي. دمروه دمار الدوله ما ساعدت الفلاح دمرته دمار. ابو عمار اثناء اللقاء اذا تقدر تتصل لي على مدير الري نسلم عليه حتى راسا نجيب التليفون الي. يعني موضوع ان شاء الله سنشوف حل هذه المشكله. المشروع شو اسمه؟ مشروع السدره. اي مشروع السدره. اي مشروع السدره. الريدة المشروع دائمي يشتغل. نعم. دائمي الريدة ما يطفي بس كون الكهرباء تطفي الكهرباء كون يشغل. نعم. يشغل راسا وماكو كراخه. الريدة الكراخه يشيلونها بالدوله وين ما كان بالاحزاب بغيرها بالوزاره يشيلون الكراخه ينوب من عندنا. نعم. لان عليها تقريبا 17000 دونم هذا. نعم. المشروع 17000 دونم عليه هذا المشروع. انا رئيس جمعيه وندله مشاره زين ما عارفة. يعني انت اليوم ما شاء الله يعني انت مسوي زراعه مسوي ثروه حيوانيه. ايه نعم. زين ثروه حيوانيه شلون؟ والله ثروه حيوانيه يعني ادري المي البير مو مناسب له. عود نحطه نشره بالنهار او بالمستنقعات تضرب الشمس عود يورد من عند الحلال. يورد من عند الحلال. قبل جيتش تتملكون؟ قبل من كان اكو مي. شنو ملك؟ ايش قد كان عندكم موروث؟ حلال؟ اي حلال. كثير عندنا حلال. هسه كلش قليل. اي كلش قليل. يكفي البيت يمكن. اي قوه وجاي يموت يصير بيه ابو صفير. جاي يموت. ابو صفير، هاي شنو السبب هذا المرض؟ والله كله من المي الملوحه. منين لعاد؟ كله من المي المالح. اي يصير بيه ابو صفير. زين. اي. انتو منطقه زراعيه. نعم. المومنيه. المومنية اي تابع على قضاء المحمودية. نعم. اليوم من واجب المسؤول واجب الجهات المختصة اليوم اذا نحكي فرضا دائرة الزراعة مال المحمودية ما زايريكم؟ لا يا ابوي بعد من يدير الفلاح. شو اخر مرة زاراكم؟ والله صار لها تقريبا 5 سنين 5 سنوات ما حد ما جايكم. اي ما حد جاي. ما تدرون. ما يدرون ايش زارين. هذا قطاع ما وصلنا. نعم. سنتين هذا القطاع ما ندله وين هذا القطاع. نعم. قاعدين وساكتين ويلعب بالموبايل وكل شيء ماكو لا يما مراجع ولا يما فلاح يلعب بالتليفون. إيه ما يما كل شيء. نعم. النهرين. هو مدير عام. وهذا مدير عام ولا مدير مدير ماضين النهرين قضاء المحمودية. غير المحمودية. نايم لو طلع الله يعيد عليه. المهندس طه المحياوي.
طلال يا رجل. أهل السلام عليكم. السلام الله. شلونك استاذ طه؟ الله يسلمك يا مرحبا. طبعا نشكرك على جهودك الكبيره بموضوع الارواء. يا هو ويعني مشاريعك بالمحموديه وهاي الامور وعلى عملكم. وياك ظفر علي مقدم برنامج ارض السواد بقناه الايام الفضائيه. حياكم الله. احنا عندنا اكثر لقاء ويا الاستاذ عون دياب ويا الاستاذ احمد كاظم. اكو مشكله هنا بمنطقه السدره او المنطقه الممنيه. للكلابيين يقول لك انه موضوع المياه قاعد تجيهم مراشنه 3 ايام فقط. هذا جدول مراشنه معتمد عندنا بال نعم بالهيئه يعني. نعم. هاي تدري الشح المائي صحيح. هذا الشتاء مثلا هذا الشتاء هم موضوعنا حرج بالماي. نعم. واطلاقات هم يعني تدري قللوها فان هاي نظامهم 3 ايام بالاسبوع ومستمرين عليهم ما كل سنه صار سنتين ثلاثه. نعم. ايه يعني ما تقدر انكم انه سمعنا على اساس اكو صيانه والمضخات بهن صيانه. نعم. المضخات اللي راح يشتغلون بهن الوليد باكر يشتغلون فقلت لهم راح نعطيهم تعويض ان النقص اللي صار بهاليومين هم رشينهم تدري المفروض يبدي باكر. صحيح. سبت واحد واثنين. صحيح. انا شو انطيهم؟ مشروعهم شوي لين مسافه بعيده انطيهم الجمعه اضافي. ممتاز يعني نكون ممنونين منك. انطيتهم الجمعة بس احنا مشغلين مضختين لان عندنا مضختين الاخرى بهم كيف طلعنا. ربي يحفظك وشكرا جزيلا يعني نريد يعني التعويض انه زيد لهم يوم. هسه هو انا منطيهم يوم الجمعة ما اشتغل. نعم. لان قلت لك اكو يعني بس مضختين. صحيح. فباكر يتمنى يصيرون اربعة مويهم ثلاث مضخات المفروض. نعم. اعطيهم اضافي ثلاثة والاربعاء يومين تشغيل لهم ان شاء الله. شكرا جزيلا لك لك استاذ طه. الله يحفظك. ممنونين منك. الله يخليك. مع السلامة. مع السلامة. جيد. انه اكو صيانة للمضخات حيزيدوكم يوم واحد. بالمضخات. حصير اربعة ايام. نعم تصليح. تكفيكم اربعة ايام المراشنة؟ زين. ايه اربعة ايام يطفي له تغريب يومين زين. اها. والله بالله ومنه وهي شتاء. ايه. شوية الزرعة ما يهلك. لكن اكو تقدير. مال مخاضير وتقدير مال حنطه وتقدير مال. نعم. اي شيء هاي. نعم. اي هاي الزراعه الخفيفه. زين. ايه زين الزراعه. انت هنا أنا مالك بالحوي. لا ما عليك. الله يساعده ثائر والله. انا يوميا مكان. ها. والله لو انت بس مشرف. لو مشيه. وثائر كل التعب عليه. لو مشيه. يعني. لو طلابه. لو ايه؟ حركه. لو شيء. ايه؟ بالمحافظات حتى بالسماوه يدعوني اروح. والله والنعم. اي والنعم. النعمانيه شحيميه والشباب مو مقصرين. اي يشتغلون كل الله يحفظهم كل من شغله. ان شاء الله كل من شغله. الله يخليك. اي موجهين. واذا نتواصل انا وياك حيصير ان شاء الله. اذا ما سووها اربع ايام اعطينا اتصال ان شاء الله. هم نتصل. مشكور استاذ. شكرا جزيلا. مشكور. هلا مرحبا. هلا بك يا هلا. احبتي المشاهدين حلقتنا ما زالت مستمره في جنوب بغداد قضاء المحموديه. عندنا بعد لقاءات ابقوا ويانا. مشاهدين لقائنا الان ما دام نعطي صفه منسق برنامج ارض السواد في جنوب بغداد، ماكو حلقه بجنوب بغداد اذا ما كان الشيخ حمزه منسي عباس، صح الاسم؟ يس yes. البعجي. نعم. ممتاز. فيري ماتش. حافظهن. اللي كانت دائما عنده بصمه ان كانت باللطيفيه، بالرشيد، بالمحموديه، ببجاز اللطيفيه، يوسفيه، هذه المناطق كلها حقيقه كان دائما له الدور الكبير. بتنسيق حلقات برنامج أرض السواد، ما فد يوم اتصلت باتصال إذا احتاجينا حلقة بهذه المناطق إذا ما وفرنا المكان المناسب، وفرنا الأخوة وهاي الوجوه الطيبة اللي حقيقة يتشرف برنامج أرض السواد إنه يتعرف عليها وننقل همومهم إلى الجهات المختصة. شيخ حمزة
نعم. شلونك؟ حياك الله. اخبارك؟ الله يحفظك. صحتك شلون؟ الحمد لله وشكرا. صرت جزء من قناه الايام. شكرا جزيلا. صح مو؟ شكرا. نعم. شكرا تقدم برامج. الله كريم. ليش ما تقدم برامج مكاني؟ لا انت لا. انت ما عليك زود المفضل انت. أي. ابنه انا هم شوي لازم ارتاح. انا اتعلم منكم استاذ. انت استاذ ونتعلم. لا يا بنت الاستاذ. الله يحفظك. الله يحفظك. نفتخر بيك. شلونك؟ خير الحمد لله. ان شاء الله بخير. لله الحمد. معاناه اليوم انت عضو اتحاد. نعم. او جمعيات فلاحيه. نعم. ايضا. نعم. ولكن الشكاوى كثيره وكبيره جدا شيخ. يعني اليوم فلاحين في هذه المناطق والنهر على بعد كيلو 2 او 3 كيلومتر كيلومتر يعني مسافه بسيطه جدا والنهر قريب عليهم ويستخدمون بير. هاي مشكله. قاعد ابو الصحراء يعني ايش يستخدم يعني؟ ايش بقينا لابو الصحراء؟ ايش بقينا للدول الاخرى؟ شنو السبب؟ تحيه لك وللكادر وللمشاهدين الاعزاء الذي عودتنا على هاي اللقاءات دائما. خدمتكم اكثر من سنتين افتكر او اربع سنوات. اربع سنوات. نعم. رحم الله والديك. غايه الناس لا تدرك. فمنطقه زينه ومنطقه مو زينه ومنطقه يعني اشكال المناطق تختلف. وانا قايل لك سابقا. صحيح. صحيح. تختلف المناطق. اي. فهاي المنطقه منطقه المؤمنيه هي اولا ارضها خصبه. نعم. اثنين قريبه على المي. صحيح. لعد يعني فماكو يعني اولا الشط سواه مراشنه. دولة سويتها مراشنة. صحيح. اتصلنا احنا السباح المدرب. اتصلت بالمدير ما بين النهرين الاستاذ تابع المحمودية. اي هذا استاذ طه. الرجل ما مقصر والله العظيم انسان متجاوب جدا. بس تعرف المحمودية يعني القضاء مال المحمودية كبير كلش واسع. صحيح. لاسكندرية لجبلة للمدائن للفلوجة. واسع. امتداد يعني صار بين محافظة الأنبار وبغداد وواسط. سنت. ثلاث محافظات عليها. محافظات. وبابل. وبابل. أربع محافظات. هي صايرة مجاورة أربع محافظات. أي صحيح. فهاي الغاية يعني مو تدرك كلها تريدها أنها تحصل المي وهذا. وهو المي أساسا هو هم شوية مو ذاك المي الأولي. أي. فالمسؤولين عن المي اللي هم الري مدير الري ما بين النهرين والشعب. الشعب كل شعبه بيها ري. صحيح. مو صحيح. والناس ما يعني ما متعزين ان العمل يقدمون اي عمل للفلاح. نعم. فالفلاح حقه نقول حقه ولكن هذول ايش بديهم يعني؟ هي تجيهم تعليمات من الوزاره. مو هو على التنفيذ بس اكو مدير ري مثل الاستاذ طه مثلا ينظر إلها كلها. هذا المشروع عندنا مشروع شفته انت مال صلاح الدين اللي مره سوينا لقاء فيه قديم. وهذا مشروع المؤمنيه ومشروع بعد عندنا مال قريب على اليوسفيه. المساحه كبيره والمي قليل وهم يعني يشتغلوا. يعني الواردات المائيه ما تكفي الزراعه. لا ما تكفي يعني هسه لو كلها تشتغل جائز العماره جزء البصره ما يوصل. جزء ما يوصل. فهي مثل ذاك اللي يقول اللي محتاج قلاص ينطونا نص قلاص مال المي. فهمتك. فهالشكل هذا. فالناس هم لا مقصرين اللي مسؤولين على الري. ايه. والفلاح حقه هم ننطيه حق. هذا السبب. هذا السبب. اليوم الفلاح بهذه المناطق متفهم بموضوعة المراشنة يدري انه ماكو. والله انه مي ماكو. يدري. ماكو فلاح ما يدري. ماكو فلاح ما يدري انه هالمي قليل. ولا انا هسه زين هسه زين بس قبل اربع اشهر خمس اشهر لا ماكو. يعني مره مدير الري قال احنا هسه نريد نوفر الشرب بطلنا بس الحمد لله لا هسه الامور زينه وتبشر بخير وزاره تبشرنا بخير يا الله ان شاء الله. جيد. ايضا معاناه احنا نستثمر وجودك انت ايضا قريب على الفلاح العراقي في هذه المنطقه. موضوع الكيمياوي. والله الكيمياوي انا اتصلت باحد مسؤولين الحكومه الكبار. الكبار؟ اي الكبار كلش كبار؟ اي كلش كبار. أيه. قالوا احنا لحد الان ما مستارده الحكومه على حسابها حتى ندعم الفلاح. أيه. كلها شركات. صحيح. قطاع خاص. قطاع خاص. نعم. اتذكر كلام من عنده ما نقول فلان هو هم بس حكومه هو. قال لي احنا بالنسبه ما مقدمين كيلو. ولكن هاي شركات ما تفيدك هاي شركه روح للشركه الثانيه. انت زين تعرف هالسالفه. كلها شركات. أيه. ايه. هاي التجهيزات الزراعيه تنطي نسبه وما ياخذون عليها رسم. ما تتوزع؟ توزع
بس مو ذاك التوزيع ولا ذيك الدعم اللي تريد الفلاح يريده. الفلاح تعلم سابقا على دعم، يجي الكيمياوي يذبه يمه يظل ثاني سنه حايل، مو لولا؟ صح. هسه لا، لانه الطن مليون ونص، زين اذا بس الكيمياويات مليون ونص، العد هاي الحراثه هاي البذورات، انت تدري بيش هذا الكيلو مال البذورات هاي مال هسه الواقفين هذا بيذنجان؟ بيش بيش يعني شو تتوقعها؟ وين اول بيذنجان؟ بيش البذور مال بيذنجان؟ بذورك بيش كيلو؟ هاي نشتري مغلفات. بيش المغلف؟ المغلف ب 11000. 11000، كم مغلف تشري؟ الفلينه. كم مغلف؟ 30 50 توصل. توصل لل 50. اوه. عاد الحراثه، هاي الحراثه مو مره وحده يكربها، وهاي يكربها ويمسحها ويديشها، ثلاث قوط على 20 20 الدونم الواحد. كيمياوي. كيمياوي. لا لا سامح الله، ممكن يخاف من امراض يكافح. اخاف امراض يكافح، قله مي مرات تموت، وما يعني الفلاح يخسر مو طبيعي، اكثر من اللي يجي خسره. وهذا احد الفلاحين، هذا فلاح اصلي مو عادي. طبعا ابو ثامر من عينه الفلاحين الموجودين بالمؤمنين. مشكله. مشكله طبعا مشكله. وان شاء الله خير. عندي مقوله دائما في اللقاءات اقول تفائلوا بالخير فتجدوه. يا الله. مو ان شاء الله خير. ان شاء الله. زين وين المسؤولين؟ بهم المسؤولين. وينهم؟ لا لا انا ما دحكي مسؤولين عام، بس انا ما اقول لك يعني اليوم انا ما اريد مثلا وزير الزراعه يا بيجي يزور كل مناطق الزراعيه بالعراق. نعم. ما يلحق. لا ما يلحق. هم لو كل محافظه يحتاج لها. لا لا ما يقعد. لا ما 18 ما 108 ما يقعد بالوزاره. يعني كل منطقه وكل قضاء اكو شعب زراعيه واكو دوائر زراعيه، وينهم؟ على هذا الدي يصير كله. هي ابو ثامر يقول لي اخر زياره من مسؤول زراعي بزراعه المحموديه قبل 5 سنوات. زين ما يعرفون الفلاح ايش يزرع. استاذ اولا الفلاح خله يروح للزراعه ويقول له اطلع وياي يكشف شوف بعينك. احنا ما يخالف يجي بالزراعه، انا ما دافع للشعب لا والله، بس هم ما قالين لا. بس هو بالشعب لما يجي شو يقدم يعني؟ هو بكيفه لو يجي كتاب وامر ينقل ينقل يا باشا ينقل. احنا بس هسه النوبات بعد نسوي مؤتمرات مرات ثانيه برا يصير مؤتمرات، وتحيه لمدير ري المحموديه الاستاذ طه متعاون جدا. نعم. مو نقعد هناك سوي فلان شوف، لكن هو ما بي شو يسوي يعني؟ ايش بيده يعني؟ ايش بيده يعني؟ هسه هو هذا مدير ري هسه اللي اتصلت به استاذ طه. نعم. يعني هو عنده مي وعنده نسبه، معناتها لا ينطيها النسبه كلها بس الفلاح، معناتها بقيه الفلاح شلون؟ بالشكل هذا ما بيها يعني، هي شيء ممزل والله ما اعرف يعني. اليوم نعتب على الجمعيات، جمعيات يقول يا بيم الوزاره، روح للوزاره الشعب يقول لك من الجمعيات ممكن يم الوزير مو يمنا احنا. انت اليوم الجمعيات مقيدين مو مثل قبل؟ لا لا ما مقيد. لا ما يعني قبل انا ادري الجمعيات قبل نعم تسعينات وثمانينات وسبعينات حتى يوزعون الادوات الزراعيه ياخذون المنتجات هو يوزع للفلاح. هسه شنو دور الجمعيات ترى؟ استاذ الجمعيات لا تزعل مني. لا والله الاتحاد اتحادكم لا ما ازعل ولا هذا واجب يوميا مختارين رئيس؟ لا اسمعني لا تزعل لا تزعل. لا والله والله العظيم مع احتراماتي كلهم براحتك. الاتحاد العام مال الجمعيات الفلاحيه يوميا مختارين رئيس ويوميا متعاركين رايحين للقضاء ويعيدون انتخابات، صح لو غلط؟ صح. انا هسه ما اعرف من الرئيس. صح. اخر شيء حيدر العصاد، حيدر العبادي، تحياتنا اليه، طلع مو والله ما ادري طلع منو صار؟ واحد من بعده. وقبل حسين التميمي او حسن التميمي. حسن التميمي. يا اخي يوم وينكم؟ يعني المشكله هسه صاير هم الاتحاد والانتخابات والمشاكل القضائيه. اهتمامكم وتفكيركم بالزراعه. اسمح لي استاذ. تفضل. كانت اليهوديه لا جابت. أي. لما تقوم تريد تجيب. اي. ترزق. اي سيدي يهوديه جابت. اسمع ممثل. انت كله امثال. غير امثال. حتى مقاطعك بالمؤتمرات بسبب امثالك. اي. فهاي اليهوديه ما تجيب. مو تحكي لنا المثل مال البدوي. لا 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 لا. ذاك لا ما يطلع القناص. او خلنا فهاي البدوي اليهوديه ما تجيب الا تقول يا علي. اها. فرفايجها قاعدات بصفها يقول لها قوليها. تقوليها. ايه. قوليها يعني قولي يا علي تجين جيبين. ايه. احنا نحكيها هيك. كان الاتحاد هو الحاكم ذاك الزمان. هو اللي يحكم. اه
مسؤول على الفلاح. مسؤول على الفلاح ونقطة ارتباط بين الوزارة وبين الفلاح. هو كان إلى رأي، إلى سلطة، إلى سلطة سيارات ورواتب، وكان الاتحاد قبل إلى أمره، يعني هو يأمر. صحيح ولا لا؟ صحيح. هسه الوضع اختلف. ليش اختلف؟ أنت لما تجي على الاتحاد، الاتحاد أنت تدري أنا صار لي 20 سنة بالاتحاد. صحيح. لا راتب ولا مكرمة ولا مخصصات ولا هاي، ابحث عليها. ايه 20 سنة يعني على هيك شغلات بسيطات، مو؟ فالاتحاد منين يجيب؟ هم ما عندهم كل شيء. ليش ما تلغون الجمعيات والاتحاد؟ نلغيها، هذا قانون، قانون 56 حتى برايمر ما لغاه بقى. برايمر نفسه ما لغاه، الوحيدين احنا بقانوننا ما لغاه. ما لغاه؟ بقى نفسه. ابد بقى نفسي. مو انا موجود، يعني موجود الاتحاد، والله انا دفاعا عنكم. جزاك الله خير. مو انه انا قاعد مثلا انتقد الى اخر. لا عادي. يعني للاسف حقوقك. يعني كان الفلاح لما يحتاج شغله ينظر للجمعيات. إيه كان هو الحاكم الفلاح. إيه؟ كان اقول الاتحاد هو الحاكم. وعلاقته قويه بالفلاح، يحتاج شيء الفلاح يوصل الى الجهات المتصله. اليوم الاتحاد اذا نكتب هسه بالجوجل نبحث الاتحاد العام للجمعيات الفلاحيه، دعوة قضائية، مشكلة، طلعوا رئيس، تغير رئيس، صار مشكلة، يعني صح. مع احتراماتي لي صح صح رئيس صح. الاتحاد، أعضاء الاتحاد كلهم أخوان وعزاء شيخ. والله إن شاء الله تشكيلة جديدة يعني تبشر بخير رئيس اتحاد بغداد. إيه أبو حسن الله يحفظه. اتحاد بغداد هذا صار على بغداد، إحنا على المحمودية. إيه وتابعين. إيه والاتحاد العام هم شكلوا إن شاء الله تشكيل جديد، وإن شاء الله يتفاعل بالخير. ان شاء الله يا رب. تحيه لهم من هذا المكان، من ربي يحفظهم ان شاء الله. احنا ايش نتمنى؟ احنا نتمنى ان شاء الله عملهم دوم صحيح من اجل يوم خدمه المجتمع الفلاحي اللي في هذه المناطق. موضوع اخير اريد اسالك فيه. قد نبتعد تدريجيا عن الفلاحه وعلى الزراعه. الطرق اللي كنتوا دائما فلاحين هذه المناطق جنوب بغداد من خلال حلقات يعانون من موضوع الطرق والتبليط. يعني هذه المنطقة أيضا طريق ما عندها، أتوقع أكو بشائر خير أنه ممكن تسوي لهم الطريق أو مو تسوي. حاليا الجهات الحكومة المختصة المحلية مال بغداد تكتب، هي أهم الوزارة هم وكيفها مهتمة بشغلة الطرق. وهسه عندنا بالزايز اللطيفي اللي طلعنا أنا وياك عليها لحد الآن، هسه بارشة بها الأروائيات وشركات انزلت بها مو ودا تعمل، وحكومة المحمودية حقيقة متماشية ويا الوضع وماكو شيء. ممتازة يعني جيد. تحية لقائم مقام قضاء المحمودية جابر الكلابي جزاه الله خير. تحياتنا أكيد لأي شخص يعمل. فاطمة اللي هي مديرة البلدية ما مقصرين ذول الناس جزاهم الله خير. أها جيد. الكهرباء وغيرها، اللي يستخدم براين ويستخدم بير لازم يحتاج كهرباء، شو الكهرباء بهاي المناطق؟ والله هو بالمنطقة الأخ هنا أبو ثائر اسأله على الكهرباء مالته، أنا بالولاية مو هنا. يعني كهرباكم احسن للولاية؟ والله ما ادري، شوفه احنا عندنا محل كهرباء زينه. جيد زينه. يا الله يا الله، اول منطقه اطلع لها يقولون زين. الحمد لله والله. بس ان شاء الله يبعد عنهم الحسد والهاي، ان شاء الله مستمر شاء الله الكهرباء مالتهم. حكه بالشوارع ان شاء الله خير. ان شاء الله خير. الله يخليك، كل التحية والشكر لك أبو عمار على كل هذه المعلومات اللي حقيقة عودتونا على الصراحة. ربي بعض ربي الناس تنقدنا على الكلام. لا لا يزعل هاي الصراحة. القناة هاي المفضلة عودتونا على الصراحة من عدة لقاءات كثيرة وياكم. الله يخليك. ميدانية وبالقناة أكيد نتشرف بك. إن شاء الله نستضيفك أنت واحد المسؤولين بالقناة على مدى نضع اليوم بعض الكلام. أهلا وسهلا بك. أحبة المشاهدين، حلقتنا مستمرة في جنوب بغداد في قضاء المحمودية منطقة المؤمنة. المؤمنية. نعم خطأت فيها. كملين حلقتنا لهذا اليوم. أحبة المشاهدين، لقاءنا الآن حيكون مع فرحان الكلابي. نعم. أحد المزارعين والفلاحين في هذه المنطقة. شلونك فرحان؟ الله يسلمك. يا رب إن شاء الله دائما فرحان. الله يسلمك. الله يخليك. فرحان ولادتك بهاي المنطقة؟ إن شاء الله. يا مواليد؟
1988. جيد، متزوج واطفال. نعم نعم، ربي يحفظك ويحفظ عائلتك. الله يسلمك. الله يخليك. ما ضايق من الفلاحه لو حابها؟ لا لا حابها بالعكس. وكل هاي المشاكل بيها وحابها؟ وابوي يحب الفلاحه، انا احب الفلاحه. يعني توارثتوها؟ اي ان شاء الله. اي خوش ورد. الله يخليك، الله يحفظه ان شاء الله. الله يسلمك. هذا الانسان المجاهد اللي حقيقه هسه عرفنا له تاريخ بحرب ضد الارهاب، وانتم ايضا حاربتوا ضد الارهاب. نعم كل نعم. التحيه اكيد لكم. هذه المناطق بزمن 2006 احتلها تنظيم القاعده. نعم. واذاكم وهالمناطق. كيف قدمتوا شهداء؟ 25 تقريبا هيك. من عشيره الكلابيين؟ نعم نعم. نعم. فرحان كنت صغير بذاك الوقت. اي تقريبا عمري 18 سنه. 18 سنه بالضبط. قاتلت؟ والله هي كلها قاتلت. والله والنعم. والله. الله يخليك. احنا بدنا نصور باراضي الوالد ربي يحفظه، صورنا البيت انجان، التقينا ايضا به، شفنا موضوع براين المي وهاي للاسف يعني الاعتماد على البير. انت دخلت قلت لي كنت اكافح ان شاء الله البيت انجان. بعد شقد يعني شقد بعيده هاي المزرعه مال بيت انجان؟ والله تقريبا 200 متر هيك. 200 متر. جيد. شنو هاي المكافحه وليش تكافح؟ والله عناكب ذبابه يصير ينضرب الزرع وتكافحه. زين شو اسمها الذبابه والعناكب ولا ادري بيها عالنخل على الاشجار؟ لا 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 حتى على الزراعه لازم كل اسبوع تكافح. شنو المواد اللي تستخدمها للمكافحه؟ هو مال عناكب ومال الذبابه. نعم. منشطات. الاسعار ايش قد؟ اسعار هولدر ب10 تقريبا هيك. ايش قد يكفيك الهولدر؟ 40 جوا. 40 جوا؟ اي. وهي لازم كل اسبوع تكافح؟ كل اسبوع تكافح انت هولدرين ثلاثه. مين تشتريهم؟ من ناحية من منطقة اللي غاد السيافية اسمها. سيافي. اي. مكاتب زراعية؟ اي مكاتب زراعية. زين. موضوع آخر، هاي كلها تشتروها على الحساب؟ طبعاً على حسابنا اي. ماكو في الدوائر الزراعية؟ لا لا ماكو. أبداً؟ أبداً أبداً. بصراحة؟ لا ماكو. شو كذا آخر مرة نطوكم؟ اشتري على حسابنا. ماكو ما منطينا أنا ولا مستلم خلاص. أبد؟ أبد وينك هيك؟ يعني هاك تفضل. وينك عمي؟ حق الفلاح؟ لا لا ماكو. عمي هسه خلي منعون هذا المستورد، خلي زرعنا يصعد عاد هسه احنا ما نريد حق من عندهم. خلي منعون هذا المستورد هسه يدخل العراق. ايه. يعني الباذنجان هسه تارس العلوه. بيش الباذنجان المستورد وبيش العراقي؟ الباذنجان المستورد ب 300 دينار. والعراقي؟ العراقي ب 400 دينار. هاي بس احنا البلد الوحيد المستورد. اذا ماكو مستورد الباذنجان العراقي يصير ب 1000 دينار. اذا ماكو مستورد يوصل للمواطن بلفين بس ما مستفاد الفلاح. لا مو المشكله انت تبيعه بيش 400 دينار ب 400 فرضا ب 400 تدري بيش يوصل المواطن نازل لبغداد يوصل ب 1000 ونص تقريبا هيك. يعني المشكله الفلاح الحلقه الاضعف. اكو تسعيره خلي يسوون تسعيره. يعني الفلاح اللي يطلب 400 ويوصل للمواطن ب 1000 ونص. لا يسوون تسعيره. ليش اكو وقت تسعيره موجوده قبل مو وقت تسعيره؟ اي طيب الان اتذكر وقت تسعيره طب العلاوي تسعيره ثابته. هسه ماكو تسعيره كل من بكيفه. لان شنو مستورد موجود. ماكو والتاجر يتحكم بالسعر. ماكو شيء ما موجود. اشكال الزرع موجود. شو تريد موجود الزرع. زين يا ولد احسن مثلا انتم زارعين باذنجان هنا اكثر شيء. نعم باذنجان. باذنجان العراقي ولا المستورد؟ ها المستورد شنو ايش ياكله هو؟ اها. لا والله بس هي العالم تروح عليه على الرخيص. الرخص العالم تروح. بهاي الطريقه. اي نعم. يعني وصرفكم عليه وهذا يطلع خساره في بعض الاحيان. اي بها ما ست. نعم مواسمكم الزراعيه شنو هنا بهاي المناطق؟ يعني مثلا هاي الفتره باذنجان لوبيا. اي باذنجان دخون لوبيا يابانيا هيك يعني. اي وراها شنو؟ وراها الاذره تبدي هسه موجوده وشهر 12 الفجل الحنطل هاي المخاضر متنوع. اي شلغم شوانذار. جيد عرفنا الباذنجان تروحون تسوقوه بالعلوه. نعم صحيح؟ نعم. والدخن وين تسوي؟ انا مو بس يعني اشتري باذنجان هم اشتري يعني انا اشتري باذنجان وتودي يعني تشتري من الفلاحين على حسابي. فهمت. اي من هاي المناطق هسه عاشت ايدك. جيد ايضا يعني خوش فكره وخوش مشروع. موضوع اخر. نعم. الدخن وين تسوقه؟ دخن ما يسوق. العلاوي. العلاوي. من العلوي تودوه؟ مو العلوي مال مخضر. العداهي. العلوي مال حبوب. للتجار مباشرة. حلوة مال حبوبكو موجودة بالسويرة. يعني أنا أول مرة أجي المنطقة إنه ألقاها يزرعون دخن يعني. إي دخن موجود العالم تزرعه. جيد. هذا موضوع التسويق حكينا عليه. أنت أول ما وعيت على الدنيا فلاح؟ نعم. جيد.
شنو مشكلة المي؟ يعني هذا يأثر على زرعكم؟ والله المي كان قبل سنتين ماكو مي. أنا أحكي لك عن نفسي. ست براين أنا حافر. كل براين. ست براين، كل برينة 13 متر. يا يابا. قاع نفس نازل بها الساعة. إيه إيه. وما طلع بها مي. ما طلع. إي وما طلع مي، هاي قبل سنتين. إيه. انقطع المي تقريبا 5 أشهر، خلاص ماكو مي. يعني جهال قام يلعبون بالنهر الطوبة. هاي الفترة ماكو يبست يبست مال أول العام يمكن قبل سنتين ايه العام لا أحسن شوية وهالسنة السنة هو بالأسبوع يدير 3 أيام لسه خابرنا احنا ايه جمعة السبت 4 أيام تعويض ايه هو يدير 4 أيام 3 أيام يوم الرابع يطفي يعني المشروع نعم بس على العموم أحسن يعني زين بس ما يكفي ايه ما يكفي يعني بس بالصدر هنا يعني العالم تحصل مي جيد يعني لغاية مي ماكو زين فرحان أنت مع الحداثة بالزراعة نعم يعني تكنولوجيا الزراعه وهاي لا مو يعني يعني اريد اسالك سؤال نعم تفضل ليش ما تحولتوا الى مثلا تقنيه التنقيط هاي التقطير هاي اي التقطير موجوده اي بس هنا ليش عجب ما تحولتوا يعني لو بتحولين يمكن المي 3 أيام مراشنه وتخزنوه يكفيكم لا بالعكس هي جوز شكل لك تانك ابو الالف يسقيله هواي الف رحمه على والدك ليش ما تحولتوا لهاي الموضوع والله هنا احنا ما نزرع التنقيط غالي يوم تكلفه يعني البيت قال شيء ب 5 نعم. مليون يلا يلا تكفي نعم ايه. يعني ايش قد اسعارها يعني عندكم علم تنزل ايه السوق يعني قصدك سعر البيت سعر البيت او سعر الصوندات سعر البيت يكلف 3 ملايين تقريبا بس البيت نصبه 15 مليون نصبه ولا هيك سعر والنايلون يوصل 15 ورا صوندات وبذور ومكافحه اذا عدد يمكن يوصل وماطور نعم. يوصل يعني هوايه نعم طيب مشكلة مشكلة يعني التحول هم يحتاج ايوه احنا ما متعودين عليه ما نقدر نزرعه لان تكلفته هواي وما نزرعه اذا وفرت الدولة لكم مثلا باقساط نزرعه على واش فاتن انه جاء مثلا يابهاكم سووها نزرعه اي نزرع امر اخر هذه المناطق انا ادري بها معلوماتي انه مهمة بالثروة الحيوانية ولكن سنة بعد سنة اشوف الحلال دا يقل اي يقل ليش قل هيجي هم موضوع ما يؤثر لا بالنسبة للحلال يعني مكفي هذا المي بس يعني الحلال بس هو مي مو زين على الحلال يعني بي أملاح يعني عندكم أمراض صارت للحلال؟ لا لا ما أكل نعم يعني وحنا سالة منطقة ما بيها سالة إي قصدي أمراض صارت بسبب هذا المي صارت هواي من البراين صارت من المي المالح بها عالم تاخذ من المي المالح عندك منطقة اللي غاد من عندنا خلاص ما عندها مي يجون يقولون مي نقال منها شو اسمها؟ منطقة هي هم من ضمن الكلابين تعتبر بزايز اي بتصدر هنا النهر وين على يد اتجاه صار؟ هذاك النهر من هناك الشط هنا الشط لا هذا هالشط الاصلي يعني النهر الاصلي هنا ايش قد بعد 3 كيلو تقريبا؟ لا 5 تقريبا وهنا ايضا عندكم مشروع هنا نهر هنا نهر لغاد نهر لازم انتم عايشين بجنة نعيم بس مشكلة هي المفروض يعني غير مع الاسف رسالتك اليوم للجهات المختصة انت كفلاح وعيشتك على الفلاحة وتزرع وتسوق وتخدم اليوم المنتج المحلي رسالتك إلهم رسالتك اليوم لوزارة الزراعة رسالتك لوزارة الموارد المائية رسالتك لرئيس وزراء ايش تطلب منهم انت كفلاح والله نطلب ان يوفرون المي يوفرون الأسمدة قروض زراعية قروض زراعية يعني نعم هي الأسمدة تريدون يوفر لكم اياه يعني بس شوي نسبوه لو مجانا لا ماكو مجانا مريد اي شوي قانون الاسعار يعني وزنة الكيمياوي 150,000 الكيمياوي 150 كيمياوي الوزنة 150,000 هاي الداب يا رحتي مليون ونص الطن هي مليون ونص هاي الطن الجد يكفيكم كم دونة كفي 10 تقريبا 10 دونة الموسم كله لا أول ذبة الذبة الذبة الأولى النوب ذبة وعد وراها بتزرعون استراتيجي لو تاركين هذا الموضوع نزرع قصدك الحنطة اي نزرع طبعا نزرع اي شهر 12 الحنطة يعني رزقكم معتمد على الحنطة نعم نعم يعني مو على موضوع هاي اي لا والله انا مخضر يعني كل يعني احنا هناك يعانا يعني مو مال الحنطة قليلة كل واحد صحيح 5 دوانم صحيح شو يزرع من قتل حلال وش يزرع منها مخضر خليها حنطة هم اذا كل دونم طلع له طن ايه 850,000 ايه 850 انت 850 الدونه ما ذاب عليه 500 العام وبعته بيش؟ بعته ب 700,000 ليش بعته ب 700؟ هي ب 700 العام الطن اخذوا منك تجار او لا لا للتجار اعتبروا دونه ثانيه سنه ايش ياخذ هو؟ 850 ايش؟ 850 800 ياخذ تروح للسايلون ياخذ من عندك 50,000 مالي مال دخولية مال دخولية يطلع تنقية البذور هو درجة أولى طلعة ثانية
هم تدخل هيك سوالف. هم تدخل هيك سوالف اشكال. يغلي ثانيه على مود ايه. يغلي ثانيه تنطي فلوس يلا يسوي. يسوي اولى. مع الاسف. مع الاسف كل ما نتمنى وصلنا لمرحله اكتفاء ذاتي ولكن تطلع معوقات. اليوم تخلي الفرحه تقلبها الى حزن بسبب اليوم بعض الاجراءات الروتينيه المعقده. هاي طلباتك الرئيسيه. والله استاذ طلبات يعني منطقه إيه؟ منطقه منكوبه. من اي ناحيه؟ من ناحيه مستوصف ماكو. الوحيده هاي المنطقه مستوصف ما بها. يعني هاي المنطقه منطقة العبيد بها مستوصف. زين اذا تمرض مثلا لا سمح الله ابنك يموت. صار لا ان شاء الله يا رب. اي انا اقول لك مثلا صح احنا هواي عندنا انت تسولف العفو قاطعك. هواي عندنا تمرضوا وما وصلوا المستشفى ماتوا. بعيده. اي والله واحد من عندهم يعني من ربعنا يعني من الخاصين يعني. ربي ان شاء الله يرحمه. ما لحق يوصل. مدارس الاطفالكم. يوصل المحموديه؟ الا ايه؟ يوصل المحموديه. مدارس اطفالكم قريبه بعيده. هاي المدرسه. جيد ممتاز هاي. المدرسه موجوده الان مدرسه متوسطه. جيد. وإعدادية موجودة ابتدائية هي نفس المدرسة. الحمد لله. صباح ومساء. الحمد لله والشكر. والشغلة الثانية إسالة ماكو يعني الوحيدة هي المنطقة إسالة ما. شمية تشربون مي؟ نشرب مي نقل نقال إسالة مكان. أيوة. صندة ونجيب. ما تشترون مرات. إيه نجيب من هذا من عت جليكانات. نعم. ربي يحفظك إن شاء الله. الله يسلمك. ويشكر نشكرك اليوم. ونعرفوا الشوارع ماكو خلاص. إيه حكينا بيها. يعني هذا الشارع سووه. تفوت عليه ترايلات منا هاي ترايلات منا على باب الله هم عندهم سكلات طبعا ياذوا ما ظل موسم خمس اشهر ما بقى وهسه مروج القانون يتكلم يعني. كل التحيه والشكر لك فرحان فرحان الكلاب على كل هذا ممنون منك الله يخليك احبتي المشاهدين مثل ما شاهدتوا حلقتنا لهذا اليوم في مناطق جنوب بغداد اليوم احنا ما رحنا الى الرطبه في شرق العراق او عفوا غرب العراق اقصى غرب العراق ولا رحنا المندلي في شرق العراق ولا رحنا الفاو في أقصى جنوب العراق ولا رحنا ابتعدنا عن زاخو في شمال أقصى العراق اليوم احنا نحكي على مناطق بعيدة عن مركز العاصمة بعيدة عن مركز العاصمة 45 دقيقة 40 دقيقة اليوم احنا في جنوب بغداد مناطق تابعة للعاصمة وهاي وضعيتها بموضوع مثلا المياه الوضعيات الأخرى الدعم اليوم منطقة بعد 5 كيلو الشط وبعد 2 كيلو اقل 500 كيلو متر كيلو متر تقريبا المشروع المياه وهنا ايضا مشروع اخر تعتمد على البراين وتعتمد على البير فقط رسالتنا لوزاره الموارد المائيه الفلاح متيقن بالمشكله وموضوع مراشنه وراضي بمشروع الموضوع المراشنه ولكن بعض المناطق هناك بعض المناطق قاعد تبتعد عن موضوع المراشنة بسبب أنه يمتلك علاقات قوية مع هذه المنطقة أو أقاربه أو عدة مصلحة معهم أطي المي بكل أريحية وبكل مجال ولكن لو تعتمد أنه مراشنة كل المناطق لو تفتحها كل المناطق وأيضا رسالتي إلى وزارة الزراعة 4 سنوات برنامج أرض السواد أريد جهة تدعم الفلاح ماكو 4 سنوات من عمر برنامج ارض السواد ما في يوم تكلموا لي على دعم من وزاره الزراعه او زياره يا اخي تموز وزارتكم ارشاديه خدميه علميه وين الارشاد بالموضوع عتبنا كبير جدا احبتي المشاهدين الى هنا تنتهي حلقتنا ويا رب ان شاء الله زيارتنا الاخرى تختلف هذه الاوضاع نلتقيكم على الصحه والخير والبركه والعافيه من برنامج ارض السواد عبر قناه الايام الفضائيه إلى اللقاء